ام الشر في ازدياد مضطرب في هذه الايام؟ وان كانت الاجابة نعم فهل كان كذلك عبر العصور الناس؟ المسألة دي اجاب عليها السيد المسيح في مثل القمح والزوام، فقال دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد، يعني القمح بينمو والزوام بينمو، الخير بينمو والشر بينمو. هل كان هكذا في عبر العصور؟ لا طبعا، العصور الماضية كانت اكثر شرا، لان كان فيها الوثنية وعبادة الاصنام وتعدد الالهة وحاجات كتيرة من النوع ده. كل ده مش موجود دلوقتي.